مصطفى محمود ومحمد عادل. حلوة حلوة حلوة، ولكن أحلى من مصطفى السيد. تتلعب بينية وهجمة على طول الفيوم، ولكن برافو مصطفى السيد، ولكن توصل لعفرطته، ولكن تطلع كرة ركنية. بيبو أحمد، مصطفى بيبو، تتلعب طويلة ليه الجونة، ولكن على طول حلوة. برافو جدا مصطفى السيد. كورة فتحي عثمان، تتلعب عند محمد عبد الرحيم. يا ولد يا لعيب يا مصطفى، ما اعرفش الله يسلمك. شفت صح، كورة لصالح فريق طبيعية، ولكن مصطفى السيد. أنا عشان بعلق في ماتش وبتابع الصفحة. هذه كورة من جديد، انطلاقة وكورة خطيرة، تسديدة، ولكن السيد مصطفى السيد، يعني المهاجمين تسجل ومصطفى السيد ساعل الكريم. كورة من جديد طويلة عالية، يمسكها مصطفى السيد. تتلعب مصطفى السيد، تطلع كرة، عادي عرضية، ممكن راسية، كرة يمسكها حارس المرمى مصطفى السيد، ويا ساتر يا ساتر، وعلى الأرض لاعب فريق التليفونات، ومصطفى السيد بيطلع الكرة اللي معناه، وترجع من جديد لفريق التليفونات. ادي كرة وادي تسديدة، ولكن في يد حارس المرمى مصطفى السيد. صبري، كرة طويلة عالية، ولكن يا ولد يا لعيب مصطفى السيد بيجيب الكرة وبياخد مخالفة. العبها ناحية دانيال، ولكن برافو حارس مرمى فريق الألمنيوم مصطفى السيد. توصل مرة ثانية ويطلع على طول مصطفى السيد. فريق المنيا محمد عبد الرحيم، كرة خلف المدافعين، تطلع مصطفى السيد. تتلعب طويلة، السيد بالبوكس يطلع فوز. بنلعب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع، وعلى طول حلوة، ولكن بيطلعها حارس مرمى فريق الألمنيوم مصطفى السيد، وهنا يطلق كابتن عمرو رمضان نهائي.